ايه وبعدين كملي ولا قبلين؟ شاهر صاحبه للقادر كتير كتير، وقت عرض علينا نشتغل بالارض عند الحاج بكر وفعلا احنا وافقنا. ايه وقت سمعنا انه صار في خلاف بين القادر والحاج بكر قام شالوا عن الرياسة وحط جوزي محله. ايوه دخليك لما عينوا لجوزك متريس على الارض، قديش كان صاركن عم تشتغلوا عند الحاج بكر؟ يعني فيكي تقولي حوالي 3 سنين 4 سنين اقل شوي اكتر شوي. بتذكر كان عمر العزة وقتها يعني شي 2 ونص. تقبر قلبي هي وعزيز، بتعرفي رئيفي كل ما بتذكره بحس نار وشعلت بصدري. مشان ترجعي لولادك لازم تتذكري كل شاردة وواردة مرقت حواليكي. دخليك انت جوزك دغري وافق يتعين متريس عواضي القادري؟ شاهر اعوذ بالله، اكعي مع الحاج بكر ليرجع القادري على رياسة الارض وما رضي. طيب انتو ما عرفتوا شو السبب اللي خلى الحاج بكر يعزل القادري عن الرياسة؟ الحاج بكر واحد تقي بخاف الله، يعني ما رضي يحكي عن السبب الحقيقي ورا عزله للقادري عن الرياسة، بس المرابعين صاروا يقولوا انه السبب هو قلة امانته اخر مدة. طيب وشو صار بالقادري بعد ما انعزل؟ مرابع مثل هالمرابعين. يو معقول يتركوا الحاج عم يشتغل عنده بعد ما كشف قلة امانته؟ قلت لك الحاج بكر بخاف الله وما رضي يقلعه من الارض مشان ما يصير علكه بتم العباد. طيب معقول القادري ما حاول ينتقم منك او من جوزك او حتى من الحاج بكر بعد البهدلة اللي تبهدلها؟ يا حميد اهلين وسهلين ومرحبتين عبد القادر افندي، بحرماتي نورت الميدان كله. خلص بقى رح ازعل منك. خلص نحن اهل اهل وحبايب باذن الله تعالى. نزل شقة الخروف من السيارة شوف يلا. ومشان ايش بدي نزل شقة الخروف من السيارة سيدنا؟ شو مشان شو لك فوزي؟ مو عيب؟ ولا غريب يفوت شقة خروف على بيتكم؟ ليش شقة الخروف سيدنا مو لجنابكم؟ الكون شقة خروف شو باكلك؟ ايش دام انت لك فوزي؟ روح جيبها عمل لها. فهمت عليك. يعني ناوي تعمل عليها عزيمة عنا بالبيت؟ طقتني فوزي ها؟ يعني هلا وقت مسحك؟ تعال شوف تعال خلصني. سيك شو هذا؟ اكيد عم تمزح يا سيدي اكيد عم تمزح. روح اسبقني يلا يلا يلا. شو هاد لك امي؟ شو غيرت كارك وصرت تشتغل لحام لك اخي؟ شو لحام وفحام انت الثانيه؟ هاي شقه الخروف جايبه عبد القادر افندي لالنا. لالنا؟ يوه وشو المناسبه لك ابني؟ اكيد بده يساوي له شي عزيمه مو؟ ما انا كنت هيك مفكر بالاول بس طلع تفكيري خرطي. عم تغزل شقة الخروف وتركيه الأفندي برا. روحوا هيك روحوا هيك. يلا يعني شو فكر فكر. تفضل تفضل عبد القادر أفندي يا ميت أهلين. يلا يلا ما تواخذها تأخرنا عليك. معلش يلا. والله ينور البيت يا هلا. تفضل تفضل أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. يلا يلا وعليكم السلام يا هلا. أهلا وسهلا فيك تفضل تفضل. يخزي العين أتهريش مو بيع الأفندي لك يا بنتي. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي عليه. شو أمي شو صار بالغداء؟ يلا أمي يلا رح نسكن. هي بسرعة شوي حركوا ولا بيكون أفندي ميت من الجوع. حاضر ولا يهمك. وانت اختي فوزية برضاي عليكي يعني غيري للأواعي بيصير لك هيك شي واحد ومرتب ايه؟ لا تاكل هملك أمي، لبين ما تتغدى أنت والأفندي بتكون أختك لبست وجهزت على أحسن حال. أنا استعرت لها روب راكز كتير مع بيت خالتك. هيك ها بيضولي وشي الله يبيضكم وشكم. يعني إذا الأفندي إجا يشوف العروس جاب شقة خروف معناتها إذا تمت الخطبة والعرس على خير بجال حبيب محمد شو رح يجيب لك؟ عليم الله بحرماتي يمكن يجيب طرش جمال أو طرش غنم أو طرش عجول. على يا عمي هدول الناس اللي بتسهروا لا بتدخلوا ولا بفاتشوا ولا بيسهروا. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين. أهلين عبد القادر أفندي عليم الله نورت الميدان كله. شو بدي يا فوزي؟ لك ليش هيك عامل؟ ليش معذب الأم؟ أنا جاي أشرب فنجان قهوة وبس. ولو يا سيدنا خيرك أنت سابق. لا حول الله. أهلا وسهلا. والله ما في شيء من واجبك. تفضل تفضل. لا حول الله. عليم الله الوالدة دعت لك خيرات الله على شقة الخروف اللي جبت لنا إياها. يا حبيبي شو يا فوزي عم تخجلني مع أمك؟ نحن ما عملنا غير الواجب، المهم تكون الوالدة رضيانة. يا سيدي الله والعباد والعيلة كلها رضيانة عليك يا عبد القادر أفندي. الحمد لله. الحمد يلا بسم الله تفضل تفضل. لا حول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بالصحة. باح يا باح يا عرق التفاح اجا العصفور ليتودى هملا ابريق فضة خطفه وطر.
قالت الاصبع الاولاني يلا نلحقه، وقالت الثانيه يلا عجلوا، والثالثه قالت يوه يلا البسوا ملاياتكم لهلا ما لبستوا. قامت نددت الرابعه وقالت يلا يلا رح نلبس. صرخت الاصبع الخامسه وقالت انا مالي رايحه معكم. قاموا تكاتروا عليها ودبحوها وشر الدم وكر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 ك
العافية. الله يعافيك يا هلا. شو جبت لي اليوم معك؟ كل الأكلات الشامية الطيبة اللي بتحبيها يا عزة خانو يا ابنة. عزة خانو متاي طعميني؟ طمني شو صار معك؟ فوتي بحكي لك جوا. هاتي لشوف شو جاب لك اليوم؟ أكلات طيبة. يا سلام. خدي وحدة إليك. شو صار معك يا سليم؟ شو صار يا هاجة؟ في صعوبة بالغة ومستحيلة في تسجيل البنت بدفتر عائلتنا. حتى لو دفعنا مصاري فوق التصور؟ حتى ولو مندفع كل أملاكنا يا هالة. صعب. وهذا الحكي من أقرب المقربين إلي يا هالة. البنت لازم تتعلم. بس كيف بدها تفوت على المدرسة إذا ما تسجلت بالنفوس؟ من شان التعليم رح نلاقي حل يا هالة. شلون؟ قلي. الله أيام كان سكافي كان يمرق كل يوم من قدام بيتنا ويجيب لي الأكلات الطيبة. الله يرحم أصحاب الأمثال. لما صار طار. كل مرة بقول لأمي السكافي مسكر، هلا بتقلي شو ما في غيره بالميدان لك حفيظة؟ شو بدي أعمل بالصرامة هلا؟ يلا يلا وينك يا مو؟ وينك أمو؟ إن شاء الله عجبه الأكل للأفندي تقبرني. ليش حدا بياكل من أكلاتك الطيبين وبياكل أصابيعه وراه؟ الله يديمك ويخليك يا حق. عم تحكي جد تقبرني؟ ليش أول مرة بياكل أفندي عنا يا مو؟ لا تقبرني، بس هالمرة غير شكل. شلون يعني غير شكل يا مو؟ هالمرة إذا عجبه الأكل بيكون رح يصير نصيب إن شاء الله. شو الحكي؟ مثل ما عم قلك يا مو. إيه بحريماتي كان عم ياكل بإيديه ورجليه يا مو. معناه رح تعجبه أختك فوزية يا مو، ورح يصير نصيب بإذن الله. الله يسمع منك يا مو. وندرن علي إذا زبطت جوازة أختي لأعمل مولد مطنطن مصعب بالشام كلها والعجاليسة. الله كريم يا أمي، الله كريم. بس هيك أمي أفندي شهر كبيرة كتير. إيه بحرماتي إذا صار نصيب وصار صهرنا لتصير سيرتنا على لسان كل الخلايا بالميلاد والشام. الله يبيضها بوشنا يا رب. آمين يا رب. مو بس كمان هيك أمي، الأفندي أخلاق وعشمة وتقى ومصاري. الله يقدم اللي فيه الخير. الله يقدم اللي فيه الخير يا أمي. وين أختي فوزية أمي؟ عم تغير أوعيها يا مو، وأنا رح ساوي لها القهوة اللي تفوتها. ماشي. ندرن علي يا رب العالمين، زبطت وخطبني الأفندي لأعمل مولد نسواني أعزم عليه نسوان الشام والميدان كله. مين؟ أنا أخوك فوزي. تفضل أخي. شو هاد لك أختي؟ ما شاء الله حولك وحواليكي اليوم طالع حلوة فوق المعتاد. بيكون الروب حالي الحلاوة علي أخي. إيه أنا روب وأنا تنورة وأنا خراطة لك أختي. ما شاء الله لفي لشوف. يخزي العين حولك وحواليكي بحريماتي طالع أحلى من بنات الأكابرية والبشوات، بل أحلى بنت بالميدان كله. لا تخجلني أخي. الله يخلينا اياك يستر عليك يا اختي، يستر على عرضك بيضي وشي مع الافندي اليوم. ها وشك ابيض ان شاء الله. ايه اختي الله يرضى عليكي، خدي وهاتي معه بالحكي ركازي. ها لان هدول الافنديه بيقولوا عنا بعدين فوق فقرنا مساطيل ومهابيل، بعدين هدول بيعبوا اللي بياخذ بيعطي معهم بالحكي. الله يرضى عليكي لك اختي. خايفه اتلبك اخي لانه انا اول مره يعني بشوف افندي وش لوش. لا اختي الله يرحمه لابوك ويستر على عرضك. ها لا تتلبكي وتفضحينا. يلا بسرعه تاخرنا على الافندي. يلا يا ميت أهلين وسهلين بالأفندي. أهلا وسهلا لك. وين راح أختي؟ فوتي أهلا وسهلا فيك. عبد القادر أفندي أعز من أخ بإذن الله. فوتي سلمي عليه. أهلا وسهلا فيك يا أفندي، بيتك وبمطرحك بالمحلي. تفضل يا أفندي. تسلم بدي. الله يسلمك يا أفندي. تسلمي يا أختي تسلمي. بس يا ريت بلاقي كلمة أفندي، يعني خلينا هيك مع بعضنا أهل ما
هيك فوزي؟ أعوذ بالله يا أفندي، العين ما بتقلع الحاج ببنوك. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين فيك، بحريماتي دورت. عدي أختي ليش واقف عدي؟ أهلا وسهلا فيك. بالمهل يا أخي فوزي الله يطول عمرك. يعني الوالدة وينها؟ هي ما احنا قاعدين هون لحالنا والحجة يعني ما متبارك محضورة. إي والله أصول، والله إنك ابن أصول. بحريماتي نورت الميدان كله. الله يطول عمرك. رح روح استعجلها. يلا عن إذنكم. أنا أصلاً دفرته لفوزي بس مشان أقول لك إنه حلاوتك زايدة 100 طاعة وطاعة عن أولك فوزي. بتجنني صايرة بتجنني. هذا من ذوقك يا أفندي. لك ورحمة الوالدة ورحمة الوالدة تمزحي العقل. قولي على قامتي، ليش الوالدة متوفية؟ أي الله يرحمها متوفية من لما كان عمري 4 سنين. وبعدين الوالد كرش وراها بسنتين، يعني انا ربيان يتيم. يوه كمان الوالد متوفي؟ ايه الله يرحمه. لك هلا يمينا بسيره الاموات من شان الله، خلينا بالمهم. بامرك يا افندي. لك قليلي فوزيه. شو قل لك؟ شو اللي زعت حالك بهالايام من شان الله؟ يمكن الرب حالي حلاوته علي. هاي الرب؟ هلا هاد الرب دخيلي. ذوقك ولا ذوق الست الوالدة؟ لا، ذوق بنت خالتي. بنت خالتك؟ دخيل بنت خالتك أنا على الذوق، يعني بنت خالتك اشترت لك إياها؟ لا. لك؟ هي بنت خالتي اشترته من 3 سنين لإلها، بس أنا يعني بمناسبة جيتك لعنا رحت استعرته منها، يعني مشان أطلع قد المقام. شو هالحكي؟ أنا ما تعودت كذب يا أفندي، وإذا مالك مصدقني هي أمي وهي أخي فوزي، اسألهم. لك امي البوز ايدي خفيه شوي، مو حلوه الافندي واختي بالصالون لحاله. ها امي يلا خلص صح. يعني الافندي بذات شخصه سال عني خص نص وطلب مني يجي استعجله، مو حلوه انا اتاخر وتعوى. كتر خيره يا مو كتر خيره. ها خلصت. بس لك فوزي ما يكون طلع منك كلمه هيك ولا هيك لاخوك ولا لامك انه شفتك ولا دار بيناتنا حد يسعى البابا. اعوذ بالله يا افندي، عليم الله ما يدرو اهلي اني شفتك وحكيت معك على باب البيت ليتبعوني ذبح. لا ما جاوبت حكي انتي. ايه مثل ما عم قلك اهلي كتير صعبين من هالنواحي يا افندي. قلت لك بطلي لي هاي كلمة افندي. ديري عبد القادر حاف حاف. ما بتطلع معي. بزمتي بخجل قلك عبد القادر حاف يا افندي. بطلي يا ابو تفضلي بسرعة. شرفي يا ابو شرفي تفضلي فوتي. السلام عليكم ورحمة السلام الله يا ورحمة أهل. الله وبركاته. يا اهلين يا حجي. اهلين وسهلين. استغفر الله يا ابني. لا يا حجي صدقيني انت بمقام الوالدة. واعز يا ابني ان شاء الله. الله يطول عمرك. يعني انا بتمنى تعاملوني كاني واحد منكم. هذا شرف إلنا وللعيلة وللميدان كله يا افندي. وانا بتشرف فيكم يا حجي والله. شرفوا ارتاحوا. ليش واقفين يعني شو منك يا حجي؟ شرفوا. تفضل يلا. اهلا وسهلا فيك حجي. انا باذن الله يعني من اول ما فت بيتكم وأنا حاسس بحالي إني بتبارك بهذا البيت، فأسمحي لي إني أطمع ببركتك كمان أنت يا حجي. أنا يعني أنا طالب إيد بنتك حلال على سنة الله ورسوله. ونحن بنتشرف فيك يا أفندي، بنتشرف. أنت بتمون عبد القادر أفندي، بتمون على الرقبة، عليم الله كلنا على حسابك. يعني بدك تقنعيني إنه في حدا نزل من السماء؟ استغفر الله العظيم، هو اللي قتل وسرق وحرق. شو قصدك يعني؟ لك قصدي واضح، ما في غير هذا القادري اللي حكيتي لي عنه، هو ورا البلاوي اللي حلت فيكي وبعيلتك. ليش لحتى يعمل كل هالشي؟ يو شلون ليش؟ أول باشتان لحتى ينتقم منك ومن جوزك لأنه شلحوا رياس الأرض، وتاني باشتان لحتى يحرق قلب الحاج بكر لأنه شلحوا رياس الأرض بعد ما خدموا 10 سنين بحالة. عم تفهمي؟ مشان هيك بدي اياكي تاصلي مخك منيح وتتذكري كل صغيرة وكبيرة صدرت عن هذا المغضوب على قلبه اللي اسمه القادري من وقت ما انعزل عن رياس الارض. عم تفهمي؟ لازم تتذكري كل شيء. شو عم حكيكي؟ هاش كده اللي اياها لمحلاتكم. ايه مشان هيك بتسوي اللي عم قلنك لك. ما في مين يبارك لي.
حدا سأل عني شيء يا مهبة؟ بلى يا سيدي، مرق أبو فهمي قبل العصريات، قال عاوزك ضروري ضروري، ورد مرق كمان قبل المغرب، وقال راح يمر عليك بعد صلاة العشاء بإذن الله. طيب نطول العشاء؟ لا ثواني يكون جاهز. يلا حاضر. إذا سأل عني مرتين معناتها بده يرجع بشي معناتها. هلا بدو خطبنا. الله يكملها معنا على خير يا رب. العشاء صار جاهز يا فندينا. يلا يلا جاي مهبي جاي جاي. أبو فهمي معقب المعاملات على الباب يا فندينا. خلي يفوت. حاضر يا سيدي. شرف تفضل. يلا يلا دستور. يا اهلين وفهمي اهلا وسهلا. بالمأهي. السلام عليكم. شرف اخي حماده بتحبك. عود يلا. اين وبتحبني؟ عليم الله ما بتطيق تسمع سيرتي. بتحبني يا شو هالحكي؟ اي والله يا سيدي. يلا قول بسم الله امسك من ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عم تقول لي موهبه انك سالت عني بالنهار مرتين صحيح؟ مزبوط يا سيدي. خير ان شاء الله. طلعوا لنا بالطابه بمشكلته الترابيه. قال مو مدفوع. لا على مخزن الصوب ولا محل اللحمه ولا محل الجبن. شلون هيك؟ مو على اساس المحلات كانت نظيفه؟ ايه على اساس، بل اللي تبين انه من 3 سنين مو مدفوع عنه. شو هالحكي؟ قديش طالع عليهم؟ حوالي 1200 ليره سوري يا سيدي. 1200؟ ايه نعم يا سيدي. يا لا لا فهمي لا. انا حشوف ولا ابو اسعد افهم منه شو القصه. اللي فهمته ان المحلات كلياتها ما عليها ولا شايبه، نظيفه يعني. بس يا سيدي هذا الموضوع بالذات بكره بصير عليه اخذ وعطاء، يعني مدفوع ومو مدفوع، والشغله هي بتاخر عمليه الطابه حوالي شهرين. شو الحكي؟ معلوم يا افندي، الاحسن انه ندفع 1200 ليره ولا ناخر عمليه الطابه شهرين. ماشي يا فهمي. رح اعطيك مصاري هلا، بس بعدين رح اشوف انا قصه تراضيه مع ابو اسعد. ادفع ادفع يبليني بقتلي اذا ما راح اسلبك نعمتك سلب كل هالاموال والمحلات وغصيف على 1200 ليره. اي اختي شو قلتي؟ انت اللي بدك تتزوجي مو انا. يعني انت شو رايك اخي؟ اي شو رايي؟ عليم الله انفتحت لك طاقه بالسما بهالجوازي. عن جد؟ اي عن جد مثل ما عم اقول لك. شو بدك احلى من هيك افندي؟ شبوبيه حلوه وغنى وايمان، افندي ابن افندي. خلص إذا أنت هيك شايف اعمل اللي بتلاقي مناسب. روحي الله يرضى عليك لك أختي، إن شاء الله مو الدعس وفعس ويقلب حظي نحس إذا عم بحكي إلا لصالحك. إيه بحريماتي بحريماتي كل أكابر عيلات الميدان ما تقدم لعريس لقطبت هالشب. ما خلصت حكي مع أختك لك أمي؟ يا أمي مشان ننتهي من السيرة على بكير. لك ابني عطينا الزلمة مهلة 3 أيام لنفكر نحنا ويفكر هو، أنت ليش مستعجل؟ لك يا أمي صدقيني ما بدأ يومين ولا 3 ولا 4. بحريماتي بحياتنا ما رح نلاقي هيك عريس لقطة. لك امي يوه شو انا كرهانة، بس بالاول لازم نعطي مدة للتفكير. بكره بيقول علينا الزلمة انه نحن مدلوقين عليه ومصدقين. بعدين لازم ناخذ رأي خالاتك وعمومك. يوه اي مو حلوة مو حلوة نوافق من اول جاي لك امي. يا امي هذا الرجال 100 عيلة وعيلة بيندلقوا عليه وبيتمنوه، واللي بيكسبوا بيكون فهيم واللي بيخسروا بيكون بهيم، فلا تقلي لي اول جاي واخر جاي. الله يطول بعمرك يا مو. هلا روح ودي لي اللحمه لبيت خالاتك وجيراننا، وبكره لكل حادثه حديث. يلا حروك. شو بكره وبعده يا مو؟ هلا انا لبين ما كون وديت اللحمات على بيت خالتي بتكوني رتبتي الامور مع فوزيه، لانه عبد القادر افندي ما عنده وقت يضيعه يا مو. فخليني من على بكره روح عند عبد القادر افندي وقول له انه نحن موافقين، احسن ما يطير من بين ايدينا ونقول يا ريت الجره معك. هلا خذ روح ودي اللحمه. لك شلشتني لك امي جد شلشتني. لك يا امي دين لخالاتك وثالث الارمله محمد الله يرضى عليك. على راسي يا امي بقى. على راسي بتامري امر بس امي امي فبركي الامر مع فوزيه لما ارجع. فوزي ايديكي ورجليكي. فهمت روح بقى. انت شو رايك بحكي اخوك لك امي؟ يلي بتشوفه يا امي. يعني انت عجبك الافندي؟ انت شو رايك يا مو؟ بيني وبينك لك امي الشاب ادمي واكابر لي وابن نعمه وشبوبيه ما شاء الله عليه، يعني ما بيتعوض. ايه هيك قال لي اخي فوزي. بس برضو لك امي لازم نستنى شوي ونتقل حالنا. ايه انت شو رايك؟ بتستنوا بستنى ما بتستنوا ما بستنى.
انت اكبر مني واعرف مني بهيك امور يا مو. نسيت اللحمه لأم كمل تقطيع. راجعت لك امي، راجعت لك. مين انت؟ رئيفي، رئيفي خير؟ فيكي شيء؟ لا ما فيني شيء، بس في شيء تذكرته وحاب احكي لك اياه. شو تذكرتي؟ تتذكري القادر اللي حكينا عنه؟ ايه شبه؟ تذكرت مرة كنت ماشي انا وشاهر بالبلغة، انت سمعت خرخشة، صرنا نقرب ونقول مين هنيك؟ مين هنيك؟ لما صرنا نقرب أكتر شفنا القادري قاعد فوق كومة قش. لك قادري شو عم تعمل هون؟ قاعد عم اتحسر على حالي، عم اتذكر حالي يامات ما كنت انا متريس هون ولا صاحب الكلمة. حنيت هيك لحالي ولقيمتي اللي انقبرت، ولا ممنوع هي كمان؟ قادري عم تبكي؟ لا ما عم ببكي، ما عم ببكي لك شاهر، بس أنا مقهور. لكن معقولي أنا أتقلع تقليعة الكلاب؟ وعلى نظر الجميع بعد كل هالشقة والتعب بمدرة وبالبلغة هون، أنت ترضاها أنت لك شاهر؟ لا والله ما برضاها. طول بالك، طول بالك. إيه رح أطول بالي، شو بدي أسوي؟ بس منين بدها تجيني طولة البال؟ روق صلي على النبي. رجاها يرضى عليك اعملي لنا شاي. تأمر يا غالي. هيا شوفي. ما في شيء يا عرموس. ما في حدا غريب. كيف عقول؟ الله من عالي سماء يمسيك بأنوار النبي يا متري الشاهر. قام قعد معه شاهر وروقه، بعدين جابه لعنا على البيت وشربنا كاسة شاي. والله يا قادري أنا عملت اللي عليه وحكيت مع الحج وما كان يرد، وما في على لسانه غير كلمة لا تفتحوا لي هالموضوع ولا تجيبوا لي سيرته. وأنا محروق قلبي عليك، يعني أنا ما بنسى إنك أنت اللي جبتني وقويتني وأنا ما كان معي آكل، ومن جوات قلبي يعني حاسس إنك زعلان مني. أعوذ بالله، أنت ماني زعلان منك. بنوب 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 يا شاهر، أعوذ بالله، أنت من أصل. بس أنا مقهور من حالي، مقهور على حالي كمان. لكن أنا بعد كل السنين وكل التعب وكل الشقة ارتمى بين البقر أنا. لا تواخذني بهالكلمة أخي القادري. تفضلي تفضلي أختي. أنا برأيي تروح لعند الحاج بكر وتقعد من وشك لوشه وتستفهم عن الأسباب اللي خلته يعزلك عن الرياسة. إذا مو مشان رجعتك للرياسة، مشان يسكتوا هالعالم عم تحكي شروي غروي. ليش شو عم يحكوا علي الخلق؟ لا تواخذني أخي القادري، يعني الناس عم تحكي طالع نازل، شي بنحكى وشي ما بنحكى. أعوذ بالله. شرفت؟ طول بالك. مثل شو اختي؟ مثل شو؟ طول بالك. خليني اعرف مثل شو؟ طول بالك. مش عن الله خليني اعرف، انا كل واحد يحكي علي حرف بدي يصل لسانه وقص، لك يخرب بيتهم يعتوني، لك شو عمل هالبشر؟ الله لا يوفقهم. طول بالك. الله يصطفى. طول بالك شوي. لك الله موجود؟ تركوني لحالي. لك الله يصلحك يا رجاء، ضروري تحكي له، الزلمه من غير دفع عم يرقص. طالما هو بري، ليش عم يتنازع علينا ويسور بهالطريقة؟ وهي كانت أول مرة بتلاقوه حايس ولايس حواليكم؟ لا بتذكر مرة سمعنا خبط وضرب برات البيت، طب كمان طلع القادر. لا شاهر اللي ما كان ناقصه غير من يديروا على المعلق مثله مثل كل هالبقر اللي هون يصير ويتصور. بقرة ومتريس على بقر، بقر وكلاب، بقر وكلاب، بقر وكلاب، كلاب.
في رجاء؟ مين اللي عم يحب الزنزرة؟ هذا القادر جاني من جنانه والدنيا مواسعته. الله يستر ما يصير لعقله شيء. يصير؟ ليش لهلا ما صار لعقله شيء؟ من وقت ما انخلع من الرياسة لا ليله وليله لا نهار ونهار هالمسكين. لك مالك علي يا مين؟ ما قادر نحط عيني بعينه. وانت شو دخلك كل اللي صار؟ لك ما اختلفنا، بس بضل القادر هو اللي جابنا. اجي اخذ محله هيك والله ما بتصير. شاهير لو ما نو عامل شي شغله وسخه ما كانوا شالوه. رجاها ان بعد ظني اسم ما في دخني بلا نار يا شاهير. ايه بقص ايدي من الباط اذا ما كان هو ورا كل هالبلاوي اللي صابته. لك ايه طالما عم بتقلي لي انك بريئه وطالما كل الشغيله والمرابعين اللي حواليكم طلعوا بعاد عن الشبهه ما في غيره. القادري هو الوحيد اللي له مصلحه يبليكم هيك بلوي مشان ينتقم منكم ومن الحاج بكر بنفس الوقت. الله اكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا فتاعي علي يا نساء يا كريم شو وين أمي؟ ليش فايقة بكير اليوم؟ أكيد أخي فوزي عم يحكي مع أمي مشان طرد الأفندي. إلهي وأنت جاي تيسر أمور الخطبة وتجعلك من اليوم قبل بكرة يا حق تجعل الأفندي من نصيبي قادر يا كريم. يلا حرك لشوف يلا. الله معك عمي الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شرفت يا أفندي. عبدو آغا موجود؟ عبدو آغا؟ عبدو آغا بعد المخزن كل أملاكم من زمان يا أفندي. أوف. إيه نعم. خير خير خير. طيب بلتقى عندكم شي 10 طن صوف؟ شرف فهم صاحب الرزق الجديد شرف. يلا يلا. شرف عمي شرف. عبد القادر أفندي صاحب الرزق. وكأني شايفك قبل هالمرة عمي. طبعا شايفني يعني شايف مثلي متايل بيخلق من الشبه 40. مو انت القادري؟ قادري شو قادري ما قادري لك عمي. انت غلطان غلطان. لا مالي غلطان انت القادري يا رجل. يا عمي انت غلطان. روح على شغلك انت روح. امرس امور عمي. شو طلبك هلا؟ لا تخاتل علي. انت القادري اللي كنت تشتغل عنا مرابع بالارض. شو عم تحكي انت؟ هلا هاي الهيئه هيئه واحد بيشتغل مرابعي. الله يسامحك عمي. قص ايدي من هون اذا مو انت القادري. ولك انا خابزك وعاجنك وبعرفك من يوم يومي. شو عم تحكي انت؟ مين هذا القادري اللي عم تحكي عنه؟ يعني مو انا بتحب ورشيك هويتي يعني؟ والله اذا بتبلعني وراء المصحف الشريف كل ياغي ما رح صدقك. انت القادري بعينك عمي. انت يا مستشبه يا غلطان. انت مخربط. انت مخربط يا اخي. انت مخربط. ولك انت ورا كل المصايب اللي صارت فينا انت لو قاعد عم تتنعم بالمصاري والرزق بعد ما قتلت شاهر وسرقت الخزنه وطبشت القصه براس رجاء حتى وصلت لحبل المجنعه يا حرامي. محفوظ بالنولك اخي. شو عم تحكي انت؟ شو هات؟ يا عم شو عليك صحيح؟ يا عم شو؟ عامل افندي تفضل اخي. هاي هويتي. تفضل امسك قصة منيح وراها وعارف مع مين عم تحكي. شرف. ولك اذا بتغير اسمك وكسمك وكل حلاسك انا بقفرك. انا بعرفك من عيونك. ولك بدي اذبحك يا ابن الحرام. اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. مين؟ كاني سمعت صوت طالع من غرفتك. خير يا سيدي؟ ما في شيء مهبي. ما في شيء. ما في شيء. روحي نامي. تصبح على خير يا سيدي. لا ماجو المنام لا لا بس ما أقول يعرفني. تغير تغييرات مو طبيعية. شو جابوا هذا قبل مرة بالصغر له؟
رسمي يا حبيبي. مين عبد القادر افندي شخصيا بديارنا؟ يا ميت اهلا وسهلا بحرماتي، نورت وشرفت. تفضل سيدي تفضل. يلا يلا. لا معلش ما بدي فوت، انا بس فقت اليوم بكير، قلت مره عندك بغداد ونطلع سوا بالخدام. يا سيدنا تعال لشوف. هلا بنوصل على المخزن، بتنط مباشره عن صاحبك وتشوف شو صار بقصه التليفون، فهمت؟ حاضر سيدي. بس ترجع بدي اياك تعمل لي برمي على المحلات، ها شوف لي حال العمال وحال الشغل كلياته، اي شيء بدس هيك ولا هيك بدي اعرفه، فهمت؟ امرك سيدنا امرك. سيك شوف صاحبك شو بلزمه تعطيه مشان التليفون. حاضر ان شاء الله ما بيصير الا اللي بدك اياه. ان شاء الله. حبوني انا لقت الحالي، انا هشم حالي لموت حالي، مالي انا غيرك مالي، واللي يفهم حالي ويطمن بالي. حبوني انا لقت الحالي لشق في حالي، انا موت حالي جلطة يا الحبك ورطة، قلبي بايدك يا ول يا ول مثل الشنطة. بالشارع والمالك سامع ضغط بايدك يا ول يا ول، ولي نازل طالع. حبوني انا لقت الحالي لموت حالي، انا شق في حالي. لك حاجة تغني بقى، لك خلاص، لك ماني طايع حالي، لا تطالعوني من هون، لك رح اجن ورح اجن، لك طالعوني. زهرة وحدي الله وطولي بالك، خلينا رايقين احسن. شو بك؟ شو صار لك؟ هلا كنتي مثل الصلاة على النبي. رجال عبد الله، رجال عبد الله، تعي لهون. خير لوين اخي؟ عرب ولوين يعني؟ اي والله سيدة مثل ما عم قلها، والوالدة رح تاخد رأي اهليتي من باب رفع العتاب. بس من حيث المبدأ نحن موافقين. ولك يا فوزي انا ما قصدت الموضوع علي انا. لكن شو قصد سيدنا؟ انا قصد موضوعك انت. شباك شو نسيت؟ بس انا موضوع فيه سيدنا. مو على اساس الوالدة تخطب لك شباك؟ خلينا شغلة شغلة سيدنا، الله خلينا ياكم. ما بدنا شغلة شغلة لك فوزي. تروح هلا بتخلي الوالدة تخطب لك، فهمت؟ اللي بتشوفه يا سيدنا. أنا بدي جوزك يا أجدع، بدي إياك تفضي بالك وترتاح ويفضى مخك كله بس للشغل والأرزاق والمصالح. لعيونك لعيونك يا سيدنا. يلا روح من فورك هلا، خبر الوالدة خليها تروح تخطب لك. روح يلا شد. حاضر بأمرك، الله يخلينا إياك ويطولنا بعمرك، عن إذنك. كل شيء عم بصير مثل ما لازم يصير الحمد لله. بس منين طلع لي هذا من الحاج بكر؟ ما رح يعرفني، ما رح يعرفني. إذا أنا ما عرفت حالي، إي والله أنا نسيت حالي. يا عطا 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 عمرك يا فندي عمرك. اسمع شو رح اقول لك. خدامك يا سيدنا. من اليوم رايح بتنبه على كل الشغيله هم المخزن،
انا ماني موجود. ايمن سال عني ماني موجود. ايمن كان يكون قبل ما تعطوني خبر. فهمت هاي امرك سيدنا؟ فهمت ولا ما فهمت؟ ولو يا سيدنا بامرك نحن. اي ماشي قل له نسوي لي شاي روح. امرك يا فندي. متهمة رجاها. وقفي يا بنتي. باسم الشعب العربي في سوريا قررت المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً تجريم المتهمة رجاها العبد الله بجناية قتل المغدور الحاج بكر عمداً وعن سابق التصميم والترصد. ثانياً الحكم عليها بالإعدام حكما وجاهيا قابلا للطعن بطيب النقل صدر واقيم على ما تنسوا 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 ما تنسوا
تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب السنين سمارها سمار البدو وحيل اليمن تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب السنين وقلبها أقوى من لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.